يا عم الماتش بقى تعرف قهوة تانية. ما تقلقش ميدو بركب الدش فوق. ميدو ميدو مشاكل اسطر يا رب. خدنا انت يا حاج هنقي قوطة. ناولني الزرادية بقى. ايه الزرادية الهين ليه اخت سعدية. يا حاج ابو حجر احنا هنظر. شاي يا حاج شاي يا ميدو. ايه يا دوشك قافل ليه على الصبح كده؟ لا بقولك ايه امشي امشي من هنا ما تكقبليش السطح امشي. خلصني الناس عايزه تتفرج على الماتش. وانا مالي بالناس؟ لا بقولك ايه يا معلم انا النهارده هشطب لك الطبق والقعده وبكره ان شاء الله ابركب لك الريسيفر واظبط لك القنوات. سيبنا اشتغل بقى. لا بكره ايه انا لميت فلوس من الزباين. ثبت انت وركب وزود الجبس هينشف بسرعه. انت حر ماشي هزود لك شويه جبس. بقولك ايه امسك بقى معايا الطبق كده واسنده وما تحركش خالص. حاضر يا سيدي اما نشوف اخرتها معاك. يا جدعان ماشي بتلعب حرام عليكم الماتش ابتدى. يا جماعه اللي فوق لو الماتش ما اشتغلش اغسل لكم القهوه واخد ال 5 جنيه بتاعتي. اه عايزين 5 جنيه بتاعتنا. ايه ده يا غرع رجلي؟ اوعى تتحرك. بقولك ايه رجلك دي باخزلها بعدين الاسمنت بيطلع ما بيبقعش. طب ببوس ايدك ببوس ايدك يا ميدو. خلصني هات الزباين تحت اي محطه يتلقوا فيها. حاضر حاضر بس كده عناية الاثنين. اهو تترغب بالكثير من الحب والمتعة هاتفني الآن على الرقم 0906734223. نحن بنات عائلات محترمات أنا في انتظارك الآن. تعالى أنا مشتاقة إليك. أنا بمفردي الآن ستجد كل ما ترغب الإثارة والمتعة بنفس الطريقة. يا جماعة يا جماعة مالكوا في ايه؟ انتوا مش كنتوا عايزين الماتش؟ ما الماتش اهو. يا عم ماتش ايه؟ ما احنا هنتغلب هنتغلب. جرى يا عم مراعي عايزين نشوف الماتش. قول اتفرج عليه في قهوة تانية. يا جدعان الست دي هتلبس وراحة تتفرج على الماتش. سيب الماتش يا جدعان. راجع المحطة اللي فيها الموتزا. ايه يا رجالة في ايه؟ مين اللي عايز الماتش؟ انا بقى اللي عايز الماتش. ومين اللي عايز الموتزا؟ انا اللي عايز. ماشي ده يجيب الماتش وده يجيب الموتزا. بس عشان ابقى صريح معاكم من الاخر الموتزا مش جاية الماتش. ماشي استقوا مع بعض بقى. بسبب المحروس ابنك الزباين كسروا القهوه جابوا عليها وطيها. هتدفع قيمه التلفيات كلها يا حاج صابر ولا لا؟ لا مش هدفع يا حاج ظابط لان ميدو ده مش ابني ولا اعرفه ولا عايز اعرفه. انا بصراحه متبري منه. خلاص يتعمل له محضر عشان خاطر ده ابنك. ابني ابني اتفضل. ايه ده؟ طلب تنازل عن ميدو مش عاوزه. انا عندي ايه؟ خده هينفعك. خده هيخليك فرجة قدام اللي يسوى وما يسواش. هيخلي الناس عليك كده في القهوة صبح ظهر ليل. اسأل مجرب خده. يابا انا مش عايز عيال. خليه عندك وانا هبعت اخده في الصيف. يا عم انا عايز حق تلفيات. تلفيات تلفيات انت عصبي كده ليه؟ كام التلفيات دي؟ 7500 جنيه. طيب 3500 جنيه تلفيات تلفيات. اتفضل عليه العوض منه العوض. ايه ده؟ ايدك فوق يا ولد. شايفك انا شايفك. شرفت يا اخويا. بتبص لهم كده ليه؟ مش عاجبك منظرهم؟ لا ابدا يا بابا. ومالك بتقولها من تحت درسك كده ليه؟ ايه دي؟ انت مخنوق مني ولا حاجه؟ ولا قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ رد عليا يا واد.
عايزك تقول الله مطولك يا روح. بصي في وشي وانا وشي مش عاجبك يا لا يا بابا استغفر الله العظيم، دي خلقت ربنا. ولما هي خلقت ربنا مش عاوز تبص لها ليه؟ اسف يا بابا. انت بتسقط كتفي، اتجننت، عاوز تخرم كتفي. دماغك اهي، انت كمان بتديني بالدماغ. ده انا عطاك، عارف يعني ايه عطاك يا بابا؟ خلاص خلاص بعد ايه؟ اوعي اوعي امسك النضاره. حرام اوعي اوعي حرام اوعي حرام. الصبح منرفز بابا، الظهر منرفز بابا، الساعة 6:30 منرفز بابا. ادخل اوضتك بقى، ما تقفش قدام، ادخل ادخل. حبيبي حطها عيني بتعرف ايدك انت رخرة. انا كنت داخل، هو اللي وقفني. وقفتك ليه؟ اعمل لك كمين؟ هشوف رخصك يا اخويا. بابي برايح عليك يا ادخل يا راجل بقى، ادخل ادخل. حاضر حاضر، اتفضل يا بابا اتفضل. شفت بيحلف طاية ازاي؟ شفتي شفتي اكسرها رخرة، اكسرها اكسرها يا جبان. يا رب شفتي بيخبط كف على كف كيف يعني؟ انا راجل مجنون واقف قدامه. يا نهار ابيض، انت بتطردني بره البيت يا بابا؟ مين حضرتك؟ عملت ايدك كده دلوقتي ناحيه البيت يعني اطلع بره؟ انا كلمتك حضرتك عملت كده؟ طب روح روح. حضرتك بتلويني دراعي كمان؟ انا هرب. يا ولد المجانين. اسكت يا ميدو، حلمت لك امبارح حته حلم، يا رب يجعله من حظك ومن نصيبك. خير يا ناه؟ خير اللهم اجعله خير. حلمت ان انا قاعد في مكان واسع وفي ناس كتير، وفي اخر المكان ده بنت واقفه زي القمر، لابسه ابيض في ابيض وعماله تبص لك يا شيخ، وانت مش واخد بالك منها خالص، وكل شويه تقرب لك حبه وتبص لك حديد، وانت برضو مش واخد بالك منها خالص. لا ماليش حق. وبعدين وعلى غفله قربت لك قوي ومدت ايديها ومسكت ايدك، وهوب راحت شده من ايدك البرشام اللي كنت بتغش منه، وطردتك بره اللجنه ولغيت لك الامتحان بره. البنت مرنه اتصلت بيك، اتصل بيها لحسن تتصل مره تانية وابوك يرد عليها. بره سبعة ستة ستة. ألو فري، إزايك؟ معلش معرفتش أكلمك الصبح. بقولك إيه، هو إحنا هنفضل مقضينا تليفونات كده طول الوقت ولا إيه؟ طب ما تخليني أشوفك ولو مرة واحدة. اصل انا معرفش يعني انتي طويله ولا قصيره ولا تخينه ولا رفيعه ولا بيضة ولا سمره، يعني اوصفي لي شكلك كده وحاولي تكذبي عليا. لا لا معقول؟ انتي جامده جدا بقى على كده. بنت خالتك؟ ولا يهمك، هاتيها معاكي، هاتيها وانا هجيب واحد صاحبي. ماشي سلام. بقولك ايه، انا هعرفك ازاي؟ بلوزه حمرا. ماشي باي باي. تبان عليها جامده قوي اصلي يعني. ولا عزوز زوز زوز يا زوزو، ولا زوزو ولا عزوز. ايه ده الشك في ايدك اللي رماد الطوبه؟ امسك الولد ده، خد ولا خد. هو فين يا اخويا اللي جاري ده؟ تريش انا هجيبه لك الواد ده معلقه من قفاه. عزوز فين بقى؟ قطيعه انت يا واد يا عزوز، ده انت الطين. كلم يا ميدو. في ايه يا ميدو؟ يلا عزوز خش اضرب لك طقم كده في الشياكه عشان عندنا سهره تمام النهارده. يلا يا عم سيبنا نبل شويه، انا لسه جاي من الشغل دلوقتي ومش خارج النهارده. يا بني ادم معايا موزز افهم، موزز. يلا هغير هدوم واجي لك على طول. يلا يا عم ميدو. ايه يا عم انت ده ده عليك كده ليه وانا تايه ولا ايه؟ حلوين يالا حلوين يالا حلوين، انا عمري ما شفتهم بس صوتها في التليفون. يالا عزوز اصلي تحت في اي حاجه فيها ده مربوطه، بس هنركب كلنا على الموتوسيكل يا ميدو كده. الموتوسيكل هيتضايق منك. عيب يالا يا وليد، عندي على صاحبك برضه. ايه ده؟ مفاتيح عربيه ابويا. ايه قشطه، رحنا في داهيه. ايه الفال ده؟ فال جديد يالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سمعني بحياتك، ما قلتليش يا ميدو. ها البنات دي انا اعرفها ازاي؟ هي قالت لي هتلبس بلوزه حمرا. حمرا؟ وده لون يتلبس بالليل ولا بالنهار؟ وحياتك ولا عزوز. ايه البلوزه الحمراء واقفه هناك اهي. مش رقم تليفونك برضو 7-60-3-3-4-6؟ اسمه وانت 5-5-3-5-0؟ لا 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 لا، دي مش نمرتي. لا نمرتك يا ميدو، نمرته. لا يا عزوز انا غيرت نمرتي بس لسه ما اديتهالوش. الانكار مش هيفيدك. احنا قطعنا 4 تذاكر، يلا بينا نخش السينما. اوبا ده انا نسيت الفلوس في البيت. دونت وري انا معايا فلوس. وني كمان. طب انا ثواني انزل اركن العربيه لحسن ركنها صف خامس بدل ما الونش يجي يشيلها، اصلها مش عربيتي. مفيش ونش بيعدي من هنا. يلا بسرعه عشان نلحق الفيلم. يلا بس عليك يا ميدو. يلا ما تقلقش هتيجي يعمل حزين. It wasn't a date. Okay, an appointment. I keep my appointments. I have door issues. I called you at 7 o'clock. I get up early. I need more sleep. Come back in a month. Come back? What makes you think I'd come back? إذا في دبان في وشك ولا إيه؟ ايه في ايه؟ انت بتبصي لي كده ليه؟ وانت مش حاسس اللي انا حاسس؟ لا خالص.